وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم. نعم، هذا من أبواب العقيدة، السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بعد أن أمر بطاعته وطاعة رسوله، أمر بطاعة ولاة الأمور من المسلمين، منكم يعني من المسلمين. أما إذا لم يكن مسلما فلا طاعة له، ولذلك قال منكم، قيده بقوله منكم، ما قال وأولي الأمر فقط، قال منكم أي من المسلمين، يشترط فيه أن يكون مسلما، طاعته واجبة والخروج عليه ومعصيته محرمة. هذا أصل من أصول الإسلام، وبه تجتمع كلمة المسلمين وتقوى شوكتهم. نعم. وأرى وجوب السمع والنبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أصحابه الوصية، لأنهم شعروا بقرب أجله، فطلبوا منه الوصية، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، لأن النظر ما هو لشخصه، وإنما النظر لمنصبه، ينظر إلى شخص والي الأمر إنه ما هو بذو أبهة ولا هو بذا يعني جسامة ولا وسامة، العبرة بمنصبه لا بشخصه. وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فطاعة ولي الأمر تعصم من الاختلاف، طاعة ولي الأمر تعصم من الاختلاف، عصمة من الاختلاف. ولهذا لما سأل حذيفة بن اليمان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن عند ظهورها، قال له صلى الله عليه وسلم، قال: ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. أمر حذيفة عند ظهور الفتن أن يلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، لأنه عصمة من الفتن، عصمة من الاختلاف. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. الاختلاف شر والاتفاق رحمة. نعم.